استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة الصينية بكين بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان تيانانمن. كما تفضل السيد الرئيس بوضع كيل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول. وعقب الانتهاء وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعة الشعب الكبرى، حيث كان في استقباله الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. حيث بدأت مراسم الاستقبال الرسمية، وتفقد حرس الشرف تقديرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعقب ذلك جلسة مباحثات أكد خلالها الرئيس الصيني على دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وكذا عمق العلاقات المصرية الصينية. وخلال الزيارة تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع السيد تشاو لي جي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني.